خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ اليوم نهار جديد وفيديو جديد خوتي خواتاتي. اليوم نقدم لكم بريوش اللي غيكون بالعصر ديال البرتقال والجزر، يعني الخيزو. تبعوا معايا المقادير ان شاء الله. كاس كبير ديال العصير، ها هو الكاس الكبير اللي غنعصرو ديال البرتقال، جزره اللي حكيتها، خيزوه حامضه حكيتها، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، جوج بيضات، بيضه غنديرها مع الخليط وبيضه غنزين بها، وخميره ديال الحلوه والدقيق حسب الخليط، كاس تاع الزيت صغير، كاس تاع سنيده صغير. على بركه الله. دابا حطيت معلقة كبيره ديال خميره المعجون معجونه. دابا ندير عليها شويه تاع العصير باش تفزك شويه. دابا ها هي دابت. دابا ان شاء الله عاد غنزيدو الكاس تاع العصير، ها هو غنزيدو الخليط كامل، غنزيدو الكاس تاع الزيت، نزيدو كاس تاع سنيده، الخليط كله غنزيدوه ان شاء الله. حطو البيضه، حطينا البيضه، دابا غنخلطو ان شاء الله. دابا نخلطو الخليط مزيان، نزيدو خميره، درنا الخميره المعجونه ونزيدو خميره الحلوه، نزيدو دابا الجزر، يعني حنا كنديروا المقادير وكنخدموا بيدينا. دابا نزيدو الحامض محكوك، كتجي واحد النسمه في هذا البريوش بالحامض والجزر، كيجيو رائعين وزوينين. يا سلام، خلط مزيان، تحيد هذيك النسمه ديال البيض، تحيد الطريقه هي شوت تبارك الله، يعني كل شيء تخلط مزيان، ما بقى تبان والو. كاين اللي كيدير الطراب اليدوي، كاين اللي تيدير الطراب الكهربائي، انا درت على هذا. دابا ان شاء الله نبداو نديرو الدقيق حسب الخليط، الدقيق يعني حسب الخليط، حسب الخليط الدقيق. حنا عندنا ميزاننا، يعني ما تجيش قاصحة، ما تجيش مرخوفة، تجي لينة. نزيدو على الدقيق، من تماسك يعني نحبسو الدقاق،
دابا هي جميزة وغنخليها ترتاح على خطرة. دابا راه خمرات، نحيدها دابا، نحيد لها المنديل. هاهي طلعت شوية، ان شاء الله ندير لها البيضة باش ندهن بيها، وغنزيد لها شوية الكاكاو، غنزيد شوية المزهر، هاهو شوية المزهر من السنابي، البيضة، درت لها شوية الكاكاو، هاهي درت فوق البيضة بيضة وشوية المزهر وشوية الكاكاو المر. خلطت البيضه مع شويه الزهر مع الكاكاو، والكاكاو لكم الاختيار، انا بغيت نديرو حيت كيعطي اللون زوين. هاد الطريقه دابا دهنتها، ها هي دابا ان شاء الله ندخلها للفران. دابا ما دخلتش من الفران، خاوت ديرو ما طابو دابا انا نجبد نطفي، صافي نطفي الفران. هما محمرين، جاو محمرين ورائعين، دابا نحيدهم ان شاء الله. هما كيجيو محمرين بداك الكاكاو اللي درت، كيجيو رائعين وزوينين. دابا ان شاء الله نخليهم يبردو، نخليهم حتى يبردو ويرتاحو عاد نحيدهم. خواتاتي، وهذا هو البريوش اللي شاركت معكم، كيجي رائع بالجزر والعصير ديال البرتقال. كنتمنىكم تجربوه، راه تيجي رائع وزوين. وخوتي خواتاتي، اي حاجه كنديرها في البيت كنبغي نشاركها مع خواتاتي، وكنتمنىكم تجربوا هذا البريوش، راه كيجي زوين ورائع. وباقي ان شاء الله المزيد في انواع البريوش عن نشاركها معكم ان شاء الله. خوتي خواتاتي، الله يرحم الأموات ديال طنجة، أثروا علينا بزاف وبكينا عليهم، الله يصبر عائلتهم يا ربي، يا ربي كاملين اللي ماتوا شهداء، يا ربي يكونوا في الجنة، يا ربي يا ربي يغفر لهم يا ربي، ويا ربي يصبر عائلتهم كاملة يا ربي. يا ربي رفع علينا هذا البلاء يا ربي، ونعيشوا حياة زوينة يا ربي. يا ربي فاجئ على المسلمين كامله، يا ربي نسمعوا اخبار مزيانه يا ربي، يا ربي ارحم الاموات كامله، ويا ربي شافي جميع المسلمين يا ربي، والله يصبر العائله ديال طنجه يا ربي، راه اثروا علينا بزاف، والله يرفع علينا هذا البلاء يا ربي. وخوتي خواتاتي، اي حاجه كنبغي نشاركها معكم، واي حاجه في البيت كنبغي نشاركها معكم. وباقي المزيد من هاد البريوشات ان شاء الله، وباقي قريش ثلاث الانواع البلديه نشاركهم معكم، وحلويات والطبخ وكل شيء ان شاء الله نشاركه مع خواتاتي. وهذا هو البريوش، تاكلوه بالصحه والراحه وطول العمر. خوتي خواتاتي، دعموني بلايك وفعلوا الجرس يوصلكم الجديد. مع السلامه.